السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شهوات أم العربي. اليوم غادي نوجدوا مع بعضياتنا واحد الحريشات. هاد الحريشات بدقيق الذرة الرطب، كانوا عليهم طلبات كثيرة وعاد جات وقيتهم باش نديروهم إن شاء الله. غادي نحتاجوا معاهم، غنحتاجوا فيهم ثلاثة د الكيسان د العنبة ديال الدقيق ديال الذرة، هذا الرطب هانتو كيف كتشوفوا، ثلاثة د الكيسان معاهم، ثلاثة كيس ديال خميرة الحلوى، كيس ديال الدقيق الأبيض ديال الدقيق. غادي نحتاجو معاهم قشره ديال الحامضه محكوكه، وغادي نحتاجو كاس عنبه ديال زيت المائده، كاس عنبه ما عامرش ديال السكر سنيده. هو الوصفة فيها كاس، لكن من الأحسن ديرو غير كاس إلا ربع، لأن الدقيق الذرة راه حلو. غادي نحتاجو هنا سكر فاني، درت معلقة أو لا كيس ديال السكر فاني 7 غرام. غنحتاجو معاهم بيضة، غادي نخلطو هاد المكونات. وطبعا مع هاد المكونات غادي نحتاجو الشوكولاط فيرميسيل يعني الاسود، انا دايراه في المجمد باش ما يدوبش لينا. عاد غادي نجبدو، ممكن عوضو ديرو الشوكولاط كوكيز، ممكن ديرو غير النفع مع الذره تيجي رائع بزاف. يعني وانتوما واش حبت خاطركم ديرو. كنبقاو نرملو العجين بحال هكا، تدخل لينا فيها هذاك المقادير كامله، وان شاء الله الاخوات اللي باغين هذيك السلطه سوفاج وحريشات بالقمح الكامل، حريشات في المقله، رغم انني منزلاهم في المقله صغيورين، لكن غادي نوجدهم لكم. غير خاصكم تعرفوا انني راه تنقرا التعليقات ديالكم، كنشوف الطلبات ديالكم، واخا ما كنجاوبش كنجاوب بزاف على الاستفسارات ولا الاسئله اللي خاصه بالوصفه. لا راه ما كيكونش الوقت بزاف البنات اللي ضيق الوقت، يعني راه ما كاينش غير عندي غير اليوتيوب، راه انا عندي الدار والوليدات، فالوقت اللي كتاح لي الفرصه وانني كنسالي كندخل كنجاوب على الاسئله ديالكم. بحال هكا هانتو كتشوفوها تيبسات مزيان، تبسبسات مزيان ماشي تيبسات. دابا غادي نبدا نضيف هاد الحليب. هنا عندي كاس ديال الحليب سائل، ممكن نستعمل قل ممكن نستعمل اكثر على حسب الدقيق ديال الذره. بسم الله، هانتو كيف كتشوفوا جاني كاس ديال الذره نيشان، خاصها تكون بحال هكا مرخوفه ولكن من عجنوش. انتو انا راه غير كنخلط باطراف الاصابع باش يدخل ليا فيها هذاك الحليب. صافي دابا خاصها تبقى نخليها تشرب واحد 5 دقائق راه دغيا غادي تشرب لينا هادشي، ونجيب معايا الشوكولاط فيرميسيل باش نكملو حتى تما تحضر الوصفه. ديروا هذيك الشعريه ديال الشوكولاط اللي قلت لكم، ديروا غير القياس. المهم الوليدات ديالنا هذه فيها الذره، ملي غادي يشوفوا فيها هذاك الشوكولاط بحال هكا غادي يبغيوها اكثر. وانا راه قلت لكم راه مجمده من المجمد، غادي نمزجها هانتو. صافي غادي نخليها ترتاح كيف قلت لكم، وغادي نطلقوا باش نشكلوها. وفاش غادي نفندوها، غادي نفندو انا غادي ندير، ممكن ديروا السميده رقيقه، انا غادي ندير السميده الغليظه. الوصفه الاصليه فيها السميده رقيقه، لكن انا كتعجبني مسمده، فغادي ندير السميده الغليظه ديال الكسكسو.
الحريشات ديالنا من بعد ما شربات لينا هانتو كيف كتشوفوا. غير بغيت نقول لكم بالنسبه للحليب راه ممكن هذاك الكاس لاروب اللي درت انا ما ديروهش نتوما كامل، ممكن ديرو نص كاس فقط. فالمره الاولى فاش تكونوا تخدموا ديروا غير نص كاس وشوفوها، الا تجمعات تبارك الله، ما تجمعش عاد زيدوا. غادي ندير الكويرات كيف كتشوفوا بحال هكا، وغادي نفندهم هنا، نحاول نقادهم، وغادي نحطهم في الطاوة اللي غادخل الفران بحال هكا. ممكن تكبروا او لا تصغروا على حسب الذوق ديالكم. نقادوهم مزيان لانني انا كنبسطهم شويه، ولكن تنسالي الكميه اللي عندي كامله. فهاد الاثناء وانا كنبسط في الحريشه ديالنا دايره الفران ديالي تيسخن، كنعرفوا الحرشه خاص الفران يكون سخون مزيان. ملي ندخلوا الحرشه ديالنا ديك الساعه نقصوا النار ونخليوها طيب النار على الوجه ديال الحريشات ديالنا حتى تيتشقوا لينا، عاد كنطفوا عليهم الفوق ونخليوهم يكملوا طياب على الوجه ديال على التحت ديالنا. غادي نكمل انا الكميه اللي عندي كامله وغادي نتلاقاو. بعد ما كملت الحريشات ديالي غادي ناخذ الكف ديال يدي كما وريتكم، كنوريكم دائما، وغادي نضغط عليهم غير واحد شويه. بحال هكا الفران راه سخون، كيف قلت لكم الطريقه الطياب هي طريقه البهله، العافيه تكون عليها من الفوق حتى تشقق لينا، من بعد نهبطوها تكمل الطياب ديالها وغادي نقدموها. نخرج من الفران نوريكم الشكل ديالها النهائي كيفاش كتجي. الحريشات ديالنا هما هادو ديال الدرا، هانتو كي كتشوفوا كيجيو كاملين مشقين، انا يلا خرجتها من الفران، هانتو كتجي كامله مشقه ولذيذه. انا غير بالنسبه للحرشه درتها كبيره شويه لان كتعجبني الحريشه تكون كبيره. دابا غادي نخليها حتى تبرد عاد نهزها من الطاوله، لان خصنا نخليوها حتى تبرد باش ما تكسرش لينا، لان الحرشه ديال الدرا تتجي رطبه بزاف. الحرشات ديالنا هما هادو، مني بردو مني بردو حيدتهم من لاطا، درتهم هنايا كيف كتشوفوا في الطبيصيل. هنا غير قطعت وحيده باش تشوفوها كيف كتجي، ماشي قطعتها انا، غير هزيتها من لاطا وهي تفرتت ليا. بغيت غير نوريكم هانتو، اللي بزاف تيقول قطع الحرشه، هانتو كيف كتجي يعني رطبه بزاف وهشيشه، هانتو كتقطع دغيا تتفرتت دغيا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم، نتمنى الاعجاب ديالكم، جربوها وردوا عليا الخبر. الا عجبت الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، اشتركوا بقناتي قناه شيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد ديالي. دمتم في حفظ الله ورعايته، والى وصفه قادمه بحول الله.